صباح الخير عليكم وعلى كافه مستمعي اذاعتكم الكريمه سياده العقيد <applause> آه كثير من الاسئله المروريه بدايتها راح تكون آه كيف حركه السير اليوم في محافظه البصره الحركه صباح هذا اليوم في عموم المحافظه حركه اعتياديه باعتبار انه اليوم عطله وبنفس الوقت اغلب المواطنين توجهوا لاداء الزيارة آه في كربلاء المقدسه <applause> فالحركه جدا اعتياديه في عموم مركز المدينه يعني الاقضيه والنواحي وداخل مركز المدينه حركة جدا اعتيادية كانت لكم مشاركة في الزيارة الأربعينية يعني راحوا كادر من عندكم لكربلاء بما يخص القوة اللي توجهت إلى كربلاء المقدسة هي دائما احنا كل سنة ندس قوة تعزز التواجد وتشترك بالخطة اللي موجودة ضمن محافظة كربلاء المقدسة نعم هاي السنة تم إرسال القوة من مديرية مرور محافظة البصرة يعني وقوه جدا كبيره باعتبار انه الزخم والكثافة اللي موجوده بمحافظه كربلاء المقدسه ومحافظه النجف تتطلب تعاون تضافر الجهود لتامين تلك الزياره ومثل ما يعرف يعني المواطن البصري انه مديريه مرور محافظه البصره يعني كمنتسبين وضباط عندهم الخبره الكافيه لتنظيم حركه السير والمرور والتامين انسيابيه في الحركه نعم فهم حاليا متواجدين في محور طريق النجف كربلاء نعم. وتواصل السيد مدير محافظه البصره لواء المرور الحقوقي عادل فياض محمد مستمر ويامر القوه والحمد لله والشكر يعني و وجداره بتنظيم حركه السير يعتبر هذا يعني اصعب محور اللي هو يربط من النجف باتجاه كربلاء مه. لان هسه حاليا الثقل راح يتحول من كرب من النجف باتجاه كربلاء المقدسه فمنتسبيننا وضباطنا اللي مشتركين ضمن الخطه في محافظه كربلاء المقدسه متواجدين على طول الطريق وعلى مدار الساعة يودون واجبهم صورة جيدة و ثقة عالية لخدمة الزوار. نعم سيادة العقيد مديرية مرور البصرة عدت خطة فيما يخص الزيارة الأربعينية. آه كيف مسير هذه الخطة إلى الآن؟ طبعاً احنا بالنسبة إن كمديرية مرور محافظة البصرة تم إعداد خطة وهاي الخطه سخرت لها كافه الامكانيات الاليه والبشريه للمديريه نعم. باشراف ومتابعه ميدانيه من قبل السيد مدير مور محافظه البصره الوالي الحقوقي عادل فياض محمد آه ترجمت توجيهات السيد معالي وزير الداخليه المحترم وبنفس الوقت ضمن خطه المحافظه يعني اللجنه الامنيه بالمحافظه آه عاد خطه فهاي خطتنا يعني بالتنسيق وياهم تضمنت آه عده محاور المحور الاول كان بقته تامين زياده المشايه من قضاء الفاو من راس البيشه لغايه الحدود الاداريه للمحافظه والحمد لله والشكر كانت الخطه جيده وناجحه كمحور اول. نعم. المحور الثاني هو تامين المنافذ الحدوديه اللي منفذ سفان ومنفذ الشلامشه ومطار البصره الدولي باعتبار يجون وافدين وزوار من خارج القطر. بالضبط. فالحمد لله والشكر ايضا يعني هسه حاليا الامور طبيعيه وجيده مه. وخلي نكون واضحين انه تاهيل الطريق من منفذ الشلامشه الحدودي واللي اصبح من الشلامشه باتجاه جسر الامام علي جسر خالد سابقا باتجاه طريق المرور السريع نعم. وفر وساهم في تخفيف الزخم على مركز المدينه يعني هسا الزائر اللي يجينا من خارج القطر بعد ما يحتاج يجي داخل مركز المدينه من المنفذ ينقل بالمركبات لغايه المحافظات المقدسه وهذا وفر يعني جهد على القوه اللي موجوده داخل مركز المدينه اللي ما تكون احنا الخطه اللي تم إعدادها يعني خذت بالحسبان القوة اللي داخل مركز المدينة نعم. اللي تنظم حركة السير وتحافظ على سلامة المواطنين وبنفس الوقت القوة اللي موجودة في المشروع الوطني لإنجاز معاملات المواطنين وعندنا قوة راحت خارج البصرة فلذلك يعني أصبح جهد إضافي وجهد مضاعف على كافة الضباط والمتسمين لغرض الحفاظ على سلامة المواطنين وخدمة المواطن بصورة أفضل مه. فالطريق مثل من تأهل يعني خفف علينا هواي أمور ثانوية الحركة اعتيادية المتابعة مستمرة يعني عدنا احنا الخطة مالتنا لحد يوم الدفنة مه. يعني اليوم الأربعينية اللي زيارة الخطوة تنتهي يعني مه. يعني هاي ماشية عدنا عندنا طريق المرور السريع المحور الثالث طريق المرور السريع طريق المرور السريع يعني مثل ما تعرفون انه الحركه به صارت كثافه مروريه بالضبط لحد يا بقل... نقطه توصلون به احنا لغايه الحدود الاداريه للمحافظه للمحافظه يعني منا لحد ما نوصل الحدود اللي تربط البصره بذيقار بذيقار على طريق المرور السريع دورياتنا منتشره بالاضافه الى انه الكثافه اللي صارت مع اقتراب موعد الزياره يعني خلى الجهود تصير مضاعفه وتسخير الامكانيات في طريق المرور السريع. <applause> عندنا احنا الرادارات اللي تم نصبها من قبل مديريه المرور العامه بالبصره رادار على طريق الشلامشة ورادارين على طريق المرور السريع، هاي الرادارات ساهمت بشكل كبير في الحد من ارتكاب المخالفات. يعني سائق المركبه من تتحرر له ما بها كاف بعد. <applause> يعني هاي المخالفه ثابته انه هالمركبة المركبه ارتكبت هاي المخالفه، المخالفات اكو بعض المواطنين وهم احب انوع عبر اذاعتكم يعني رغم التوجيهات اللي جايه يصير والتوعيه اللي تقوم بها المديريه انه المخالفات اللي تمرصدها بالرادار هي السرعه الشديده نعم استخدام الهاتف النقال، عدم ربط حزام الامان، السير على الجانب الايمن من الطريق. <applause> يعني مركبات الحمل عندنا على الجانب الايمن من الطريق دائما نسوي اشكال بالحركه ويسبب حوادث فايضا يتم رصدها مم. فالحمد لله والشكر يعني جاي نلاحظ اكو تعاون من قبل سائقي المركبات في تجنب ارتكاب تلك المخالفات اللي تؤدي الى وقوع الحوادث المرورية المؤسفة. تحدثت حضرتك انه تم رصد مخالفات للسرعة، ايش قد مقياس السرعة المحدد بالرادار؟ احنا بالنسبة لنا كطريق يعني الطريق ينقسم الى ثلاث ممرات، الممر الايسر، الممر الوسط، الممر الايمن. نعم. كل ممر له سرعة محددة يعني مم. 80 100 120 خارج هاي السرعات تعتبر مخالفه يتم رصدها من قبل الرادار <applause> وحتى احنا هسه نوجه عبر اثير اذاعتكم ترى الوقت اذا كان المسافر من البصره الى كربلاء او النجف او حتى الى باقي المحافظات السرعه اذا زادت ترى ما يفرق يعني اكثر من نص ساعه او ثلث ساعه الوقت <applause> فنتمنى الالتزام بهاي التعليمات والارشادات اللي جاي تقوم بها مديريه المرور العامه والمتمثله مديريه مرور محافظه البصره يعني احنا عندنا فقرة خاصة بالتوعية الميدانية اللي من خلالها يعني داخل قراج النقل الخاص بساحة السعد أيضا جاي نوعي ساقي المركبات بالسيطرات بالشوارع يعني بأي مكان نقدر نوعي به جاي نوعي ونثقب بضرورة الالتزام وتجنب ارتكاب المخالفات المرورية كوزارة الداخلية يعني السنة اكو فرق قمت بالعديد من الامور اللي ممكن تساهم بالتقليل من الحوادث من ضمنها تحدثنا عن الرادارات ايضا كان هناك حملات على المرآب او الجراجات لفحص السائقين من المواد المنشطة والمخدرات اسهمت هاي الامور بتقليل الحوادث بالتاكيد يعني احنا بالنسبة ان اي امور تساهم بتقليل المخالفات او الحد من المخالفات راح تكون نتيجتها إيجابية <applause> يعني هسه وجود الرادارات على طريق المرور <applause> السريع <applause> ساهم بشكل كبير من تقليل المخالفات يعني هسه عندك من البصرة لغاية محافظة بغداد النجف كربلاء الرادارات منتشرة على طول الطريق <applause> فأي سائق مركبة يحاول يرتكب مخالفة يرصد الرادار <applause> فلذلك تلاحظين كل التزام جاي يصير وبعض الأحيان يكون مخالفات أنه السائق المركبة ما ياخذ قسط من الراحه بالضبط وهم يعني نحب نوجه رساله عبر اثير اذاعتكم الى سائقي المركبات انه دائما لازم يكون مستعد نفسيا وبدنيا يعني وهاي من ضمن التوجيهات اللي وجه بها السيد مدير محافظه البصره لواء المرور الحقوقي عادل فياض محمد انه التوعيه تصير انه سائق المركبه لازم يكون سائق مساعد خاصه المنشات الكوسترات حتى يعاونه من يتعب. اثناء الطريق <applause> مثل ما تعرفون يعني السائق لازم التركيز ولازم الاهتمام فمن يجي ويرجع بنفس الوقت باعتبار انه هاي فرصه انه فتره الزياره والجراج يحتاج سيارات حتى ينقل الركاب او الزائرين باتجاه المحافظات المقدسه نعم. فما ياخذ راحه يعني يجي ويرجع فهذا يعني هو حتى لو كرادارات فالسائق يجوز يصير عنده فد غفوه يصير بالطريق فيسبب حادث فلذلك احنا حتى جاي ناكد انه من نوقف المنشاه يكون يا سائق مساعد حتى يعاونه اثناء القياده، رغم يعني توزيع المنشورات والبرامج التوعويه اللي قامت بها المديريه والحمد لله والشكر يعني قدرنا نحدو بشكل كبير من وقوع الحوادث، وان شاء الله يعني الخطه تكمل بعد رجوع الزوار بسلامه الى البصره. الان اي الطريقين <applause> تواجهون بصعوبه اكثر او او زخم اكثر هو الرايح الى الزياره ام التفويج العكسي؟ الراجع احنا بالنسبه ان يعني الخطه اللي تم اعدادها ما محددين يعني طريق خاص مه. كل الطرق مؤمنه بس تبقى عندنا تركيز يعني مه. بعض الاحيان انه هسه احنا بالفتره النهار طريق المرور السريع دورياتنا متواجده مه. بس التاكيد علينا بالفتره المسائيه باعتبار انه بالنهار الحركه تكون قليله مو بالمستوى المطلوب يعني حتى بمنفذ الشلامش الحدودي دورياتنا مه. متواجده على مدار 24 ساعه بس بالفتره المسائيه يصير التركيز اكثر مه. وزياده الموجود اكثر والكادر اكثر حتى يساهم بتقليل الزخم وتأمين انسيابيه في الحركه. طبعا هذا احد المواطنين يعلق تعليق ايجابي حول نظام الرادار، يقول هو موجود في اقليم كردستان العراق وهو مناسب لحمايه المواطنين من السرعه الزائده. احنا نشوف هم خلينا نكون واضحين انه البصره هي عاصمه العراق الاقتصاديه. ومن اهتمامات السيد المدير بالوقت الحاضر هو الاشاره الضوئيه، الرادارات، واهتمام الحكومه المحليه. السيد المحافظ مهتم بهذا الموضوع وبنفس الوقت يعني توجيهات الوزاره وتوجيهات رئاسه الوزراء انه ضروري تنصب الرادارات للحد من وقوع الحوادث المرور المسرع وبنفس ان يعني احنا خلينا نعرف انه البصره دائما تصير بها محافل دوليه يعني مو محافل خاصه <applause> يعني مثل ما صار في خليج 25 انه البصره صارت محطه انظار العالم بالضبط وزياره هسه زياره الاربعينيه هم البصره صارت محطه انظار العالم باعتبار انه منفذ الشلال اللي يربط البصرة بدول جمهوريه الامارات الاسلامية ومنفذ سفان يربط البصرة بدول الخليج دوكي. مطار البصرة الدولي يربط البصرة دوكي. بدول العالم دوك. فلذلك يعني يتطلب انه البصرة تكون نموذجا للعراق الحديث دوكي. فان شاء الله بالمرحلة القادمة بعد تاهيل الطرق وتوسعتها واكمال الشركات المنفذة للاعمال سيتم نصب الاشارة الضوئية والرادار ونشوف البصرة بافضل صورة <applause>